شايفين يا اصحابي بتمشي ازاي؟ بتلف حوالين جنب. السمكة شطورة جدا. واو، هتمشي كمان حوالين دوري ونيمو. هتدخل كمان من حوالين دوري. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة العادي. يلا نلعب يا اصحابي. النهاردة يا اصحابي معانا لعبة جميلة قوي. لعبة جديدة اول مرة هنشوفها مع بعض. والسمك بتاعنا السمكة نيمو ودانج وكمان دوري واقفين بيتوشوشوا كده مع بعض وعمالين ايه يقولوا ايه. تعالوا كده نقرب مع بعض ونسمع سوا هما بيقولوا ايه. انا مش عارف السمكة دي اول مرة اشوفها هنا. ما شفناهاش قبل كده في المنطقة بتاعتنا دي. ولا انا كمان يا عمو دانج ما شفتهاش قبل كده. انتوا بتتكلموا عن ايه؟ انا مش فاهمة اي حاجة ومش مركزة كده معاكم. استني انتي بس يا دوري، ما تعصبينيش بقى. احنا اول مرة نشوف السمكة دي. في سمكة جديدة جاية المنطقة بتاعتنا ومش عارفين السمكة دي جاية ليه ولا جاية تبع مين. انت شفتها قبل كده يا نيمو؟ لا لا والله ما شفتها خالص يا عمو دانج، انا لسه قايلة. بس هي شكلها سمكة صغننة وجميلة وحلوة قوي، شكلها كده طيبة. أيوة 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 يا نيمو، هي أكيد طيبة. أيوة يا دانج، طيبة طيبة، أنا أرجح إنها تكون طيبة. طب ما تيجوا بس نروح نتعرف عليها كده يا شباب، إحنا بدل ما واقفين نتكلم عنها كده لا تفكر إن إحنا بنقول عنها حاجة وحشة. يلا بينا يلا بينا. وبعدين السمك بقى إيه نزل ايه على السمكة الجديدة علشان يتعرفوا عليها ويشوفوا هي اسمها ايه. يا سمكة يا سمكة يا سمكة، تعالي هنا كده احنا عايزين نتعرف عليكي. وبعدين دخلت السمكة الجديدة بقى علشان تتعرف عليهم. ازيكوا عاملين ايه؟ مش انتي دوري؟ ايه ده؟ انتي عارفاني؟ انا طلعت مشهورة، طلعت مشهورة قوي يا نيمو، طلعت مشهورة يا دانج. شفتوا انتي عارفاني؟ انا دوري. عارفاكي وعارفه ده كمان. مش انت نيمو؟ ايوه ايوه انا نيمو، انا نيمو. مش معنى انا بقى اللي ما تعرفينيش. في الحقيقه اصلا جديده هنا ومش عارفه، اول مره اشوفك فيمكن متلخبطه شويه. انا ستي دانج. انت مين بقى عماله تسالينا وعارفانا كده واحد واحد؟ انت مين؟ انا سمكه، سمكة جديدة هنا في المنطقة وكنت بدور على مكان واصحاب وناس اتعرف عليهم. اسمي دودي. انت قلت لي اسمك ايه؟ انا اسمي دانج. انت اسمك حلو قوي، نورتي المنطقة. متشكرة متشكرة قوي. هو في ايه يا عمو دانج؟ انت طيب، اهلا بك يا دودي، انت نورتي المنطقة بتاعتنا. كل واحد فينا هنا بقى متخصص في حاجة معينة وبيعمل حاجة. انت بقى يا ترى بتعملي ايه؟ انا بعمل حاجات كويسة قوي وهتعجبكم قوي وهتعجب اصحابي. بس يا ترى اصحابي لسه مشتركوش في القناة بتاعتنا؟ كل اللي ما اشتركش في القناة بتاعتنا يا اصحابي يشترك معانا علشان يقدر يشوف كل الالعاب بتاعتنا الجميلة. واللي ما يعرفش ازاي يشترك في القناة يضغط على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وكمان يعلم على علامة الجرس عشان يقدر يشوف كل الالعاب الجديدة اللي بنجيبها لكم كل يوم. ايوة ايوة ايوة. قولي لهم قولي لهم يلا بقى بسرعة يا اصحابي، انا بحبكم كلكم قوي قوي، اشتركوا معايا في القناة. خلاص بقى يا دوري، خلاص بقى، دي لسه جديده معانا، عايزين نشوف هي بتعمل ايه. طيب بصي 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 انا بعمل ايه. انا بعمل صوت جميل قوي. بصي وكمان بشد الفتله بتاعتي وبجري بسرعه وبعمل حركات جامده جدا. وسعولي. طب حسبي حسبي يا دوري دانج، انت شاطره خالص يا دوري. واو، شفت انا حلوه ازاي؟ شفت انا طالعه ازاي؟ شفت انا جميله ازاي؟ استنى بقى، انا خلاص وقفت ولا ايه؟ يلا يلا ما تورينا. ورينا ورينا اسمك ايه انت؟ هو انت قلتي لي اسمك ايه؟ سوري سوري، اصل مش فاكره اي حاجه. انا عارفه انا عارفه يا دوري ان انت بتنسي. انا هوريكم بقى انا بعمل ايه. بصوا معايا كده يا اصحابي، انا هنا بقدر ايه بيتركب لي حجاره كده صغننه شكلها جميل قوي يا اصحابي،
وبقدر بعد كده اعمل حركات جميله جدا. بصوا بقى انا بيركب لي حجاره كده هنا، تعالوا بقى نشوف يا اصحابي كده مع بعض الحجاره بنركبها ازاي وفين عشان نشوف السمكه الجميله بتاعتنا دي بتعمل ايه. بنفتح كده علشان ايه نشوف هي بتركب لها كام حجاره. ثلاثه يا اصحابي، بصوا معايا كده، واحد واحد، ادي اول واحده. طب استنوا بقى عشان ايه احنا كده هنلخبط خالص. ادي اول واحده، وادي تاني واحده، وادي كمان يا اصحابي تالت واحده. يا ترى السمكه الجميله دي بتعمل ايه؟ تعالوا بقى نشغلها كده من هنا. بصوا معايا كده، واو، وسعوا وسعوا كده. ايد كده، دراع بايه بيتركب لها من هنا كده علشان نعرف نمسكها منه ونشوف هي بتعمل ايه. تعالوا كده نشوف مع بعض هي بتعمل ايه. واو، تعالوا نمسكها كده يا اصحابي ونشوف. طب تعالوا بقى شايفين يا اصحابي بتمشي ازاي؟ بتلف حوالين جنب. السمكة شطورة جدا. واو، هتمشي كمان حوالين دوري ونيمو. نشوفها مع بعض من غير الايد اللي متركبة فيها دي. تعالوا كده. طبعا يا اصحابي نيمو ودوري ودانج واقفين التلاتة مزبهلين. السمكة طلعت جميلة جدا وبتعمل حركات جامدة جدا. تعالوا نشوف كده مع بعض هما بيقولوا لها ايه. الله، انتي جميلة قوي يا طبت دوري، انتي بتعملي حركات حلوة قوي، بتغني وبترقصي بديلك كمان. شكرا شكرا يا نيمو، متشكرة جدا. انتي بقى هتغطي عليا ولا ايه؟ ده انا صوتي جميل قوي يا اصحابي، صوتي جميل وديلي جميل وكل حاجة فيا جميلة قوي. وبعدين بقى معاكي يا انتي اسمك ايه؟ انا نسيت. استني يا دوري، استني. انتي هايلة قوي، انا مبسوط منك جدا وكمان مبسوط من الحركات اللي بتعمليها. طيب بس انا ما تعرفتش عليك يا دونج، انت بتعمل ايه؟ لا بقى استني بقى، ده انا بعمل حاجات جامدة جدا وبنور كمان. واو، بتنور، وريني كده. وراح بقى ايه عمو دونج يا اصحابي، السمكة دونج عملت ايه؟ شدت الزنبلك بتاعها كده عشان توري طنط دودي السمكة دودي ايه؟
الايه الحركات بتاعتها. بصوا معايا كده، واو شايفين النور؟ كمان بيعمل ايه بديله؟ بيهز ديله. تعالوا بقى نمشيه كده ونوري ايه دودي بقى، ايه السمكة دودي اللي بيعمله. تعالوا بقى كده ارجعوا ورا كده عشان نشوفه وهو ماشي وبيهز ديله. هز ديلك يا دانج. ايه اللي حصل لك يا دانج؟ انت محرج ولا ايه؟ هايل هايل، تعالى تعالى. متشكر متشكر جدا، متشكر ليكي. برافو برافو يا دانج، برافو. برافو برافو، انا شفت الحركات اللي انت بتعملها دي قبل كده. ورينا كده تاني يا اسمك ايه انتي. اصلي بصراحة مبسوطة قوي من اللي عملتيه، عايزة اشوفه مرة تانية. بس طبعا بعد ما اصحابي يشتركوا في القناة، اشتركوا معنا في القناة يا اصحابي، وكمان اضغطوا على علامة الجرس، وكمان اضغطوا على الزر الاحمر تحت الفيديو علشان تقدروا تشوفوا كل الالعاب بتاعتنا الجميلة اللي بنجيبها لكم مع دوري. تارارارا. اقعدي بقى انتي يا دوري كده وتعالي بقى اوريكي الحركات بتاعتي الشقية. كمان بترقص بدلها، دي غطت على كل الاسماك بتاعتنا الجميله. واو نيمو متحمس قوي يا اصحابي، انا حاسه ان هو اتحمس جدا. كمان دانج اتحمس ونزل يمشي معاها. ايه ده ايه ده، بصوا يا اصحابي بتعمل ازاي لما بتنام على جنبها. بصوا واو، دي جميلة قوي السمكة دودي يا اصحابي. الوانها عباره عن ايه؟ تعالوا كده نبص مع بعض. لونها ابيض في فوشيا، لون الفوشيا، لون الفوشيا لون جميل قوي يا اصحابي. بس السمكه بتاعتنا كلها لونها ابيض، عكس ايه؟ عكس دوري لونها لبني فاصفر. وكمان دانج في مجموعه الوان كتيره جدا، في فوشيا واصفر واخضر، وكمان ايه؟ وكمان عينيه فيها لونها لبني.
دي جميلة قوي يا اصحابي. وكمان معانا سمكة نيمو لونها احمر وديلها اخضر ورجليها صفرة وجناحاتها صفرة، جميلة قوي يا اصحابي. يا رب تكون النهاردة لعبتنا عجبتكم، واشوفكم بكرة ان شاء الله مع لعبة جديدة ومقطع جديد من قناتكم الجميلة قناة العابي. ما تنسوش يا اصحابي تشتركوا في القناة، تضغطوا على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تعلموا على علامة الجرس عشان تقدروا تشوفوا كل العابنا اللي جاية. وكمان كل اصحابنا اللي ما شافوش فيديوهاتنا اللي فاتت وقصص الاسماك الجميلة والفيديو بتاع دوري ونيمو وكمان دون يجروا بسرعة بعد ما الفيديو يخلص يتفرجوا عليهم ويقولوا لي ايه رأيهم في التعليقات. واشوفكم ان شاء الله مع لعبة جديدة بكرة ان شاء الله. باي باي يا اصحابي، باي باي.